لقدسك يا باب الحوائج باب. جثت حوله للطالبين رغاب، على جانبيه من رؤاك جلالة، وكل فناء للمهاب مهاب. ومن حوله للظامئين موارده تروى، وباب الأكرمين عباب. إذا رد في باب لغيرك مطلب، ففي باب موسى لا يرد طلاب. يرحب إن طاقت رحاب لغيره، فتوسع منه الوافدين رحاب. وإن طاف فيه الذنب يغفر عنده، ويمحى سؤال حوله وعتابه.